السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله، اهلا بكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة وحلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل. هنتكلم النهاردة عن اسباب العقم عند الرجال. قبل ما نبدأ حلقتنا احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ونبدأ موضوعنا ونقول بسم الله. اسباب العقم عند الرجال. محتويات الفيديو بتاعنا: اسباب العقم عند الرجال، دوالي الخصية، الإصابة بعدوى تناسلية تضر بالخصيتين، الخصية الهاجرة، إصابة الخصيتين، العقم المناعي، بعض أنواع الأورام وعلاجها، اضطرابات نقل الحيوانات المنوية، مشاكل القذف، قصور الغدد التناسلية، بعض الاضطرابات الكروموسومية، العقم مجهول السبب. عوامل تزيد خطر إصابة الرجل بالعقم. علاج العقم عند الرجال. نبدأ بسم الله. أسباب العقم عند الرجال. لفهم أسباب حدوث العقم عند الرجال أو الذكور لابد من توضيح بعض العمليات المعقدة المسؤولة عن خصوبة الرجل والشروط الواجب توفرها فيما يأتي. إنتاج حيوانات ملوية سليمة، والذي يتطلب التطور والنمو الطبيعي للجهاز التناسلي للرجل أثناء مرحلة البلوغ، وانتظام إنتاج الهرمونات الذكورية المسؤولة عن تنظيم وتحفيز إنتاج الحيوانات المنوية مثل هرمون التستوستيرون، وعمل احد الخصيتين على الاقل بشكل سليم. نقل الحيوانات المنويه. بعد انتاج الحيوانات المنويه في الخصيتين تنتقل هذه الحيوانات عبر قنوات دقيقه ليتم مزجها مع السائل المنوي قبل حدوث عمليه القذف الى خارج القضيب. واي اضطراب في نقل الحيوانات المنويه قد يؤدي الى المعاناه من العقم. انتاج عدد كافي من الحيوانات المنويه. حيث أن انخفاض عدد الحيوانات المنوية في السائل المنوي يؤدي إلى انخفاض فرصة تلقيح البويضة وحدوث الحمل، وتجدر الإشارة إلى أن عدد الحيوانات المنوية يعد منخفضاً عن المعدل الطبيعي في حال كان يقل عن 39 مليون حيوان منوي في عملية القذف الواحدة، أو أقل من 15 مليون حيوان منوي في عملية القذف الواحدة، وذلك لكل مليمتر من السائل المنوي. سلامة الحيوانات المنوية. تحتاج الحيوانات المنوية للوصول للبويضة لدى المرأة والتمكين من خصوبتها إلى امتلاك وظائف حيوية سليمة والقدرة على الحركة بشكل طبيعي. ويمكن بشكل عام القول أن عقم الرجل أو الذكر يحدث بسبب المشاكل الصحية التي تؤدي لضعف في إنتاج الحيوانات المنوية، أو تؤثر في عملها أو حركتها، أو تتسبب بإعاقة خروج الحيوانات المنوية في بعض الحالات النادرة نتيجة اضطراب في الغدة النخامية ومنطقة تحت المهاد في الدماغ التي تؤثر بدورها بشكل غير مباشر في الخصيتين. وعدا عن ذلك تبقى العديد من حالات العقم لدى الرجال مجهولة السبب. وفيما يلي بيان لأهم مسببات العقم لدى الرجال. دوالي الخصية. يجدر بالذكر أن الإصابة بدوالي الخصية لا تعني بالضرورة معاناة الذكر من العقم، فالكثير من الرجال المصابين بدوالي الخصية لا يواجهون مشاكل في الإنجاب، ولكن قد تؤثر دوالي الخصية في إنتاج الحيوانات المنوية ونموها الطبيعي بسبب منع التصريف الطبيعي للدم من الخصيتين، كما قد يؤدي إلى زيادة درجة حرارة الخصيتين مما يؤثر أيضا في إنتاج الحيوانات المنوية ويقلل فرصة حدوث الحمل. الإصابة بعدوى تناسلية تضر بالخصيتين، ومن أبرزها التهاب الخصية النكافي. ففي بعض الحالات قد تؤثر عدوى النكاف في الخصيتين وتلحق بهم الضرر بالإضافة إلى الغدد اللعابية، مما قد يؤدي إلى حدوث ضرر طويل الأمد في الخصيتين. الخصية الهاجرة. تعرف أيضا بالخصية المعلقة والخصية الغير النازلة. ويحدث هذا الاضطراب نتيجة عدم انتقال إحدى الخصيتين أو كلاهما من منطقة البطن حيث يتم تطويرها أثناء الحمل إلى كيس الصفن قبل موعد الولادة. وتجدر الإشارة إلى أنه في العديد من الحالات تنتقل الخصية الهاجرة إلى مكانها الطبيعي خلال السنوات الأولى من الولادة. أما في حال عدم انتقالها مع عدم اتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة، فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب في وظائف الخصيتين. إصابة الخصيتين. قد يؤدي التعرض لإصابة في الخصيتين إلى حدوث ضرر في الخصيتين وانخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون. أما في حال تعرض إحدى الخصيتين فقط للضرر، فقد لا تحدث مشكلة في إنتاج هذا الهرمون لذلك الشخص المصاب. العقم المناعي. في بعض الحالات النادرة قد يكون سبب العقم لدى الرجل المعاناة من اضطراب مناعي،
يتمثل بإنتاج أجسام مضادة تعمل على مهاجمة الحيوانات المنوية وإضعافها. بعض أنواع الأورام وعلاجها: فقد تؤثر الإصابة ببعض أنواع السرطان والأورام في خصوبة الرجل، وإضافة إلى ذلك قد يؤدي الخضوع لبعض أنواع العلاج الكيميائي بالإضافة للعلاج الإشعاعي للأعضاء التناسلية أو المنطقة القريبة من البطن أو الحوض أو العمود الفقري أو العلاج الإشعاعي الموجه إلى الدماغ، والذي يمكن أن يؤثر في وظائف الغدة النخامية إلى انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية وهرمون الخصيتين. ولكن يجدر بيان أنه في العديد من الحالات يستعيد الشخص المصاب لوظائف الطبيعية للخصيتين خلال عدة أشهر من انتهاء العلاج. اضطرابات نقل الحيوانات المنوية: فيما يلي بيان لبعض الاضطرابات التي تؤثر في نقل الحيوانات المنوية في الجهاز التناسلي للرجل، مما قد يؤدي إلى إصابة بالعقم، إذ يوجد العديد من البيانات أو الأنابيب الدقيقة المسؤولة عن نقل الحيوانات المنوية عبر الجهاز التناسلي للرجل، إذ يمكن أن يحدث العقم في حال حدوث عيب خلقي تسبب بعدم نمو أحد هذه الأنابيب الدقيقة أو أكثر، كما يمكن أن يحدث عقم في حال وجود انسداد في أحد هذه الأنابيب، سواء كان داخل الخصيتين أو كان في منطقة أخرى التي تعبر من خلالها الحيوانات المنوية مثل الأزهر والبرزيق والقنوات الدافقة والإحليل. وتوجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى انسداد في أحد هذه الأنابيب مثل المعاناة من مرض التليف الكيسي والخضوع لعمل جراحي والتعرض لإصابة في هذه المنطقة. مشاكل القذف: هناك عدة أنواع من اضطرابات القذف التي قد يعاني منها الرجل، ومنها ما يأتي: القذف المبكر، وهو أكثر أنواع اضطراب القذف شيوعا لدى الرجال، ويتمثل بسرعة القذف عند ممارسة العلاقة الجنسية. القذف المتأخر، وتتمثل هذه المشكلة بتأخر القذف لمدة قد تصل إلى 30 دقيقة أو أكثر، أو عدم القدرة على القذف بشكل نهائي على الرغم من وجود انتصاب طبيعي. القذف المرتجع، وهو أقل أنواع القذف اضطرابا، ويتمثل بالقذف باتجاه عكسي بحيث يتم قذف باتجاه المثانة عوضا عن القذف باتجاه الإحليل. قصور الغدد التناسلي الثانوية: إن الإصابة بقصور الغدد التناسلية الثانوي يحدث نتيجة اضطراب في عمل الغدة النخامية أو منطقة تحت المهاد في الدماغ، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الهرمونات التي تحفز الخصيتين على إنتاج الهرمون، وبشكل طبيعي يتم إنتاج الهرمون المطلق لمواجهة الغدد التناسلية من منطقة تحت المهاد، والذي بدوره يعمل على تحفيز الغدة النخامية على إنتاج الهرمون المنشط للحوصلة والهرمون المنشط للجسم الأصفر، مما يؤدي إلى تحفيز إنتاج الهرمون من الخصيتين. لذلك فإن أي اضطراب في هذه السلسلة من الهرمونات ينجم عنه اضطراب في إنتاج هرمون من الخصية. وفيما يلي بيان لبعض الأسباب التي تؤدي إلى إصابة بقصور الغدة التناسلية الثانوي: بعض الاضطرابات الجينية مثل متلازمة كالمن، ارتفاع نسبة هرمون البروكتيلين عن النسبة الطبيعية، تضرر الغدة النخامية أو منطقة تحت المهاد نتيجة التعرض لإصابة أو عمل جراحي أو بعض أنواع العدوى أو الأشعة أو الإصابة بأحد أنواع الأورام. الاستخدام المطول أو الاستخدام جرعة عالية من أدوية الستريد أو الأدوية الأفيونية. اضطرابات التغذية مثل الفقدان السريع للوزن أو اكتساب الوزن السريع. تعاطي المخدرات. بعض الأمراض المزمنة مثل العدوى أو الالتهاب المزمن. داء ترسب الأصبغة الدموية والمتمثل بفرط نسبة الحديد في الدم عن المعدل الطبيعي كما سبق وذكرنا. بعض الاضطرابات الكروموسومية: بعض الاضطرابات الكروموسومية أو الجينية تؤثر في خصوبة الذكر مثل متلازمة كالفينرت، والتي تحدث نتيجة اضطراب في الجينات المسؤولة عن الصفات الجنسية لدى الرجل، حيث يمتلك الرجل بشكل طبيعي واحد من كل من الصبغة X والصبغة Y. أما في حالة الإصابة بالمتلازمة فيمتلك الرجل المصاب أكثر من نسخة من الصبغة X ونسخة واحدة من الصبغة Y، مما يؤدي إلى اضطراب في نمو الخصيتين وانخفاض قدرة الخصيتين على إنتاج الهرمون. العقم مجهول السبب،
يتم تصنيف نسبة كبيرة من حالات العقم لدى الرجال تتراوح بين 40 ل 50% ضمن العقم مجهول السبب. ففي العديد من حالات العقم لدى الرجال لا يتمكن من تحديد المسبب الرئيسي للعقم واضطراب نتائج تحليل عينة السائل المنوي للرجل، على الرغم من التقييم الدقيق لجميع الأسباب المحتملة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالعقم. ومن الجدير بالذكر أيضا أن وجود حالات تكون فيها نتائج تحليل السائل المنوي للرجل طبيعية جدا، والمرأة لا تعاني من أي مشاكل صحية التي تؤثر في خصوبتهما، إلا أن الحمل لا يحدث. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن كون العقم مجهول السبب لا يعني أنه لا يوجد خيارات علاجية وطبية يمكن تقديمها للمصاب حتى يتمكن من إنجاب الأطفال. عوامل تزيد من خطر إصابة الرجل بالعقم. توجد مجموعة من العوامل التي تزيد من خطر إصابة الرجل بالعقم، وفيما يلي نذكر بعضها: تناول الكحول، التدخين، السمنة، تعاطي المخدرات، التعرض لبعض أنواع السموم والكيماويات الصناعية أو المعادن الثقيلة مثل الرصاص، التوتر والاكتئاب الشديد، تعرض الخصيتين لدرجات حرارة مرتفعة، المعاناة من بعض أنواع العدوى، التعرض للإصابة في الخصيتين، وجود تاريخ عائلي للإصابة بإحدى اضطرابات الخصوبة، الخضوع لعمل جراحي كبير في منطقة الحوض أو البطن، المعاناة من بعض المشاكل الصحية المزمنة مثل فقر الدم، مواجهة مشاكل في ممارسة العلاقة الزوجية مثل ضعف الانتصاب. علاج العقم عند الرجال. يعتمد علاج العقم عند الرجال بشكل أساسي على مسبب العقم، وقد تحتاج بعض الحالات خضوع الشخص المصاب لبعض العمليات الجراحية لتصحيح بعض التشوهات الخلقية أو الأضرار الحاصلة على الجهاز التناسلي للرجل، وبعض أنواع الأدوية التي تساعد على علاج بعض المشاكل الصحية التي تؤدي إلى الإصابة بالعقم مثل اضطراب الهرمونات في الجسم، إضافة لإمكانية اللجوء لوسائل التلقيح الصناعي وبعض العمليات التي تساعد على نقل الحيوانات المنوية للبويضة وتلقيحها. متلازمة كالمان اللي اتكلمنا عليها في الفيديو تمثل هذه المتلازمة أحد أشكال قصور الغدد التناسلية مع نقص موجة الغدد التناسلية، وتنتج عن نقص إنتاج أنواع معينة مثل الهرمونات التي تلعب دور مهم في توجيه التطور الجنسي. تتمثل هذه المتلازمة بتأخر البلوغ أو عدم حدوثه، إضافة إلى اعتلال القدرة على شم الروائح. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. أحب أفكركم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنونا في حلقة جديدة من قناتنا قناة منوعات نور. أراكم على خير.